يعني من اول ما جت على الاكاديميه يعني كل يوم اعطيه حب وهذا ما ادري من اللي يغطيه يا عمي شو هذا الحكي اللي عم يصير هون ده خلقنا يا عن شكلك بقطة تحت ودي تحت قطة ايه نزلوا نزلوا اذا فيك نزلوا نزلوا انتم ما عودتونا وين يسوي انا بعرف تفضل بلا شيء ما عودتوا لهلا انا شوفكم بتعودوا ابدا على شيء شو شمت ريحة قص ايه كثير مقرفون هون باش انت المسؤول عن اللي صار هذا ها شرف حاجة انت اللي بتكتبها انت تشيله تشيله انا ناقص بس قرف القرف ناقصنا كلاب نحن كلاب بالناي ايه عجلت بكره بنحكي عن مشان ما تزعل يعني تحكي شو قالوا له اهل الربيع للارا انه رح ياخذوا لا رح ياخذوه لا 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 ما قالت لي لا لا ما ياخذوه ما ياخذوه نعتني فيه شوي شو طيب نعتني فيه لا احنا بنخلي بالنا بدير بالنا كثير بجنن هو مقرف بس احنا مش معودين ولسه ما عودناه على شيء يعني مش انتوا مش معودين ومش ما بتعلمون وين يسوي وين هيك وحاطيني تحت بالجيم يعني مثلا هلا لو بده يسوي شيء حروح نزل حينزل قبل ما ينزل حيكون عامله بالاكاديمي كلها ما هون خلوها قريب بمنطقه قريبه او ما بعرف او خلي شوي وياخذوه طيب والله ما ابي اشيله طالعك نفسي لاني ابي اكل الحين ما عندنا واحد غبي هني حاط معجون طماط وفوقه طماط يلعن لا طرية شلته شلته و الأرض كأنك أنت الغبي أهل الأرض بدهم ياخذوه هلا ربي خليه ياخذوني معوده فكونا منه طب خلي شوي طيب يفكونا منه طيب خلي شوي ما خلي شوي على العين شوف العادي اكلك شيء مبلعك مبلعك مين يا القرف لو عم دهون هون زيت بليز زيت نيت زيت بس خلص يزي يزي وليش ليش مسوي بوحدة صغيرة ما شاء الله ما خلص حاط عيني على واحدة راحت لا حطيتها بالثلاجة بالهون ام كرش اسم الله ما عندك يعني هذا شو هذا كرش مال شو اشوف هذا كرش كرش عن كل شيء بيفرق شفت حبيبي شوف شوف عمي شوف هذي لا تشدين لا تشدين مش صد الشيء لا تشدين لا تشدين صحتك شفت ايش لا ما في كرش ما يعتبر في كرش ما في كروش حتى انا ما في هي تهيأ لها شوفها وين الكروش وين كمان شد اكثر كمان خير انت كمان عندك ما في كرش بس ما في كرش بس يتهيأ لك يا يبا بس صدقين لا شوفها يعني انا شي نافخها يعني بس انه طبيعي هذا طبيعي ها. والله هذا طبيعي ها انا اول كانت فيه خايسه امشي فيها امشي الحين لا ما في لا يا خمي شو بدك في
الصورة مش شايفة وجهي بالصورة أنا شلون صاير؟ Everything is okay. Everything is good. شلته من راسه كده بالكلينكس رميته كده في بيته. عم يمشي على لود. أكيد أنت يعني مش هتصدقين. مش عايزة أصدقك. أكيد مش هتصدقين لأن أنا بحب بموت من الكلاب. هو فين؟ تحت. بس حطيته بطريقة حلوة. أكيد. عصير. قلت له ترزع مكانك. بس نبي نلاقي طريقة يعني إن لو حيقعد عاوزين طريقة نعلمه إزاي يعني يعمل البيبي والكيكا. بس أنا مش عارفة أعلمه دي مش يا ريت لما تكلمي مامتك خليها تسأل واحد بيفهم ويقول لنا إزاي ما تسألي؟ هذا يا سيدي ما مستحيل يتعلم. لا يتعلم أكيد. لا ما يصير والله يتعلم. طب ما احنا اللي كان عندنا قلت له جيبوا لنا تبع النفس تبع شو اسمه سوشي مش عارفه انا تبع القطاط. انا قلت لمامتي انه send me stuff so I already sent you stuff for taxi. قلت ان شاء الله يكون بعثوا شيء ترى. اقول انا ما حد يقدر يعني إذا لا 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 يعني إذا ما أبيك إذا ما أبيك تحوشيني كذي ما راح أخليك 100%. بس أنا لأني مالي خلق لا بس ولا كلمة بس إذا افتحت أمك زو شوف افتحت أمك. I need it to relax my head. لا 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 خلاص لا I had so many emotions inside but I need بعد بعدها لسه مخبى. لا خلص نسيت. مامتي دلوقتي هتتعب مش عايزة تسهر فلازم اروح انام. يلا سلام. And by the way next time remember my name when you say it. I'm not gonna tell you. انا لبكت شوية اما اقول اسم. Yeah and it's not the first time. It's maybe the fourth time in 2-3 days. لارا قلنا I'm serious. And I'm serious. When are we? Small affair, شباب. تعال. وين رايح؟ ها؟ لا طالعني بهالنظرة. اقسم بالله شنو احب اطقك والله احب اقسم بالله احب اطقك ما ادري ليش بس يلا في بنيه قاعده ولا كان قطيت عليك كم كلمه. شوف تخاف هذه ام الراس بس يايك الا في كلام ثاني بس باني ها. انت يلا نوم يلا لا تنطرين.